كانت المبادرات اللي خاصة ببرنامج خليج التمكين. برنامج خليج التمكين فلسفته قائمة على تطوير مهارات المجتمعات المحلية والدولية وتعزيز الشراكات من خلال القمة. لو نلاحظ في عندنا شراكات محلية وشراكات دولية، عندنا التعاون على الأمم المتحدة، اليونسكو، بعض المنظمات المحلية وبعض المنظمات الدولية. ذلك مؤتمر مثل ما ذكر سعادة الدكتور عبد الله راح يتكلم يومين من جانب علمي عن أهداف التنمية المستدامة. أحد البنود اللي خاصة بتكلم عن أهداف 17 اللي تم إعلان عنها بالأمم المتحدة، واللي لما راجعناها شفنا نحن في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل المغفور له الشيخ زايد والمؤسسين، هذا 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات في بدايات ما قبل الاتحاد حتى كانت موجودة، سواء من ناحية العدالة، من ناحية محاربة الفقر، التعليم، الحفاظ على المياه، الحفاظ على البيئة. هذه 17 هدف كلها موجودة في دولة الإمارات. يصاحب معرض يعزز ما يتم مناقشته في المؤتمر العلمي من شركات متخصصة، يعني أحدث الشغلات التقنيات الحديثة التي تعزز أهداف التنمية المستدامة.